الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحضور الكريم، مرحبا بكم في هذه الأمسية المباركة التي تشاركوننا فيها فرحة احتفالات جامعة أبو ظبي بتخريج الدفعة 16 من حملة درجات البكالوريوس والدراسات العليا. أرجو تكرم من الجميع بإغلاق هواتفكم المتحركة. نشهد هذا العام تخريج كوكبة من الخريجين والخريجات من أبناء جامعة أبوظبي، والتي تمثل الدفعة 16، والتي تضم 1435 خريجاً وخريجة. ونحتفل اليوم بتخريج هذه الكوكبة من الخريجين والخريجات من طلبة الدراسات العليا في كلية إدارة الأعمال، والتي تضم 490 خريجاً وخريجة، والذين ينضمون إلى كوكبة من الدفعات السابقة ويساهمون في تعزيز نهضة الوطن وازدهاره في مختلف المجالات التنموية، والذين تخرجوا من برامج يتم التدريس فيها وفقاً لأرقى المعايير العالمية وبما يخدم أجندة التنمية الوطنية. كما يشهد حفلنا اليوم تخريج 109 خريجين وخريجة أو خريجاً وخريجة من الحاصلين على مرتبة الشرف. ومع احتفالنا بتخريج الدفعة 16 يزداد عدد خريجي الجامعة إلى أكثر من 24,000 خريج وخريجة. والآن يبدأ توافد قوافل الخريجين والخريجات. Thank you.
شكرا للخريجين والخريجات، ويرجى منهم التكرم جميعا بأخذ أماكنهم استعدادا لبدء مراسم التخريج. نتشرف الآن بالترحيب بأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية للجامعة في حفل تخرج هذه الكوكبة، وندعوهم للصعود إلى المسرح. كل الشكر والامتنان للهيئة الأكاديمية على جهودهم وتفانيهم في دعم المسيرة الأكاديمية لطلبة جامعة أبوظبي، والحرص على تميزهم ونجاحهم. السلام الوطني للإمارات العربية المتحدة. The National Anthem of United Arab Emirates. أصحاب السعادة، السيدات والسادة، الخريجون والخريجات، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أنا الطالبة سرامة المهيري من كلية الأداب والعلوم أن أكون معكم عريفتكم لحفل تخرج الدفعة 16. ويشرفني أنا الطالب عمر الشبلي من كلية الآداب والعلوم أن أكون معكم عريفكم لحفل تخرج الدفعة 16. خير بداية نستهل بها فقرات حفلنا آيات بينات من الذكر الحكيم يرتله على مسامعنا الخريج مهندس عمر بن مخاشم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان،
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. تغمرنا اليوم مشاعر البهجة والسعادة بتخريج هذه الكوكبة من الخريجين والخريجات. الكلمة الآن للجامعة التي احتضنت هؤلاء الخريجين والخريجات وسهرت عليهم في قاعاتها الدراسية ومختبراتها العلمية وأكسبتهم مهارات الريادة والقيادة وفق أرقى المعايير العالمية. يشرفني الآن دعوة البروفيسور وقار أحمد مدير جامعة أبوظبي لإلقاء هذه الكلمة، فليتفضل مشكورا. Well, what a pleasure it is to see all of you after a couple of years of running these events remotely. It's a pleasure, a great pleasure to see, and welcome to all the families who are here. Welcome to the 2022 graduation ceremony, and congratulations to you, our graduates, and to your families and friends on your success. This, of course, is the moment that not only you, but also my colleagues and I work for. The graduation of bright, confident, competent, ambitious, and resourceful young people ready to make their mark with a set of skills and values that equip them to transform the world for the better. On this very special occasion, we extend our sincerest gratitude and appreciation to the President of the UAE, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE and ruler of Dubai, as well as members of the Federal Supreme Council. We're thankful for the guidance we receive through the decrees of His Highness Sheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan, the ruler's representative in the Western region and chair of our Board of Regents. We're also thankful to our chairman of the board, Dr. Ali Saeed bin Harmo al-Dahiri, as well as the university's leadership, many of them represented here, for the support and commitment of our academic faculty and administrative staff. As graduates, you have what you need for success. The world is very different now than it was in your grandparents' or even in your parents' time. Simply having a degree is no longer enough, nor will you take a job and you retire in it 40 years later. You will work in 3 or 4 different sectors, and you will change jobs perhaps up to 20 times before you retire. To thrive and make the contribution you're capable of, you will need what we call graduate attributes, such as creativity, ability to solve problems, interpersonal skills, leadership, resilience, ability to function in a multicultural and ever-changing environment, and so on. You will have seen the need for these skills in the global responses to the current corona pandemic. And I have immense pride in how we, as the university community of students, faculty, and staff, have dealt with this pandemic and kept our community safe. This is also why we have built these skills into our curricula and our assessment regimes, working closely with Stanford University as a partner. This is why we engage you in the governance of the university, invest in sports, assist you in running clubs and societies, engage you in decisions on the look and feel of our campuses, including the new campus in Al Ain, and involve you in the appointments of senior people, including the Chancellor, members of the executive, deans, and other key leaders. To make your experience and credentials stand out, we as a university have to be world class. You'll be delighted to learn that for our size, we are the best institution in the UAE for prestigious accreditations. We have gone through our WASC, that is the State of California system, re-accreditation with flying colors, earning a number of commendations, including for what WASC team referred to
as putting students first and, in their words, a robust culture of assessment. Our College of Business has secured both ACSB and Equus reaccreditation. Congratulations to them. Not only that, the Dean of Business has been named the Dean of the Year by the AACSB Student Society. The same society was awarded, this same society has awarded for the second consecutive year the Gold Award to our student chapter. And Dr. Fozia Jabin is with us, who's responsible for looking after that particular accolade. We're also proud to let you know that the Business and Management Studies at our College of Business is ranked in the top 550 worldwide. There are similar accolades that I could recount for the College of Engineering, for the College of Arts and Sciences, and the College of Health Sciences, and you know many of those already. We, as a university, are consistently ranked among the best universities in the world, improving our standing in the QS rankings by 50 places this year, and being in the top institutions in the Arab region. Additionally, this year, we acquired QS 5-star rating, a symbol of all-round excellence, and we have improved our position in the Ministry of Education classification. Your degree, therefore, carries value. Use it with pride. Increasingly, to compete in the international arena, institutions have to collaborate with the very best. Our provost, Professor Thomas Hostetler, and deans have been developing and strengthening partnerships, including joint degrees, with some of the world's leading institutions, including Monash University, Arizona State University, Trinity College Dublin, the University of Toronto, University College Dublin, and many others. In the corporate and the government sectors, we work with Siemens, ExxonMobil, Emirates Steel, ADNOC, Bloomberg, IBM, VPS Hospitals, Cleveland Clinic, Mubadala, and we have recently signed an agreement with the Sheikh Shakhbut Medical City, and many others such as these. To contribute to society more generally, we have offered free sessions to over 20,000 participants in the past 2 years through our virtual platform that we call Investing in Our Community. These partnerships reflect our standing and our values and make us a stronger institution. All this is evidence that would put you, our students, at the heart of the university, taught by outstanding faculty, supported by skilled administrators, and given the skills to succeed in life. Now that you're about to graduate, we're committed to working with you as our alumni. We have invested heavily in improving our services for employability and for our alumni. Our Alumni Academy will give you reasons to continue your engagement with the university and gain support in your personal and professional growth, and they have a booth outside, and I urge you to visit them. I, as the Chancellor, and my colleagues have the best jobs in the world. We help young people develop their skills and confidence and grow into the world with values, commitment, resourcefulness, and courage to change it for the better. As the world will find out, you are the best of your generation. Believe this. Believe in your university. Most of all, believe in yourselves. And go forward to the world of work or for the study with great confidence. Congratulations to you and your family and friends. We are immensely proud of you, of a class of 2022. Thank you. شكراً بروفيسور وقار على هذه الكلمات الجامعة. للخريجين والخريجات كلمة عرفان وامتنان يلقيها نيابة عنهم الخريج جابر المنصوري من كلية إدارة الأعمال. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة البروفيسور وقار أحمد مدير جامعة أبو ظبي، أساتذتنا الأفاضل، أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، الخريجون والخريجات، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، نعيش اليوم فرحة التخرج من جامعة أبو ظبي
هذه المؤسسة الوطنية المرموقة التي قضينا فيها سنوات من الجد والاستذكار، وفتحت لنا أبواب العلم وآفاق واسعة نحو الإبداع والابتكار والريادة في العالم الرقمي. الحضور الكريم، إننا نتوجه في هذه المناسبة بعظيم الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات. الحضور الكريم، التخرج هو بداية بعد نهاية، فقد استحققنا وتشرفنا جميعا بالحصول على الدرجة العلمية لنكون على أتم الاستعداد لدخول سوق العمل والمشاركة في مسيرة نهضة وجهد دؤوب يحقق أهداف قيادتنا الرشيدة الطموحة. يكون ذلك بالاجتهاد والمثابرة وتطبيق كل ما تعلمناه في الجامعة على أرض الواقع، بما في ذلك المهارات العملية والمهارات الشخصية، وجعل الابتكار والإبداع أسلوب حياة نعيشه يوميا ونرسم من خلالها ملامح مستقبل مشرق وحاضر واعد، ونسهم في تحقيق طموح قيادتنا الرشيدة للخمسين المقبلة. نقول لجامعتنا: لقد كنت نعم الرفيق وخير المرشد والموجه لنا، تعلمنا بفضلك الكثير على مدى أعوام وفصول، ونهلنا من كنوز العلم فيك. نتطلع جميعا إلى رد الجميل إلى هذه الجامعة والاستمرار في التواصل معها والمشاركة في الفعاليات المخصصة للخريجين. إن رحلتنا في جامعة أبوظبي ستظل خالدة في قلوبنا، فقد فتحت لنا هذه الجامعة نوافذ العلم والإبداع كل في تخصصه، وصقلت المواهب وعززت الخبرات. إننا نعتز بما تلقيناه من علم ومعرفة في هذه المؤسسة العريقة، ونشكر أعضاء الهيئات التدريسية والإدارية وأولياء أمورنا وكل من ساهم في هذه المسيرة المباركة. وفي الختام أتوجه بخالص التهاني والتبركات لزملائي وزملاتي الخريجين والخريجات، سائلاً المولى عز وجل أن يسدد على طريق الخير خطانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً للخريجين والخريجات على كلمتهم. والآن نتشرف بعرض فيلم وثائقي عن جامعة أبوظبي. Curiosity is the key that unlocks our imagination and sets us apart. It is a bridge that connects our passion with ambition and our ideas with success. It's a spark that ignites innovation and lights up the path that leads us to a future of limitless possibilities. We are the voice of curiosity. We are the face of innovation. We are the vision of ambition. We are the guardians of the future. We are Abu Dhabi University. تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس أمناء الجامعة، تواصل جامعة أبوظبي مسيرتها في ترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع، إذ يمثل الابتكار محورا رئيسيا في رسالة وأهداف الجامعة. إنما تطرحه جامعة أبوظبي من برامج أكاديمية معتمدة عالميا يستهدف تلبية أجندة السياسات العامة لحكومة إمارة أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية 2030. Giving impetus to this mission is Abu Dhabi University's Vision 2022 strategic plan. It is an exciting journey that keeps students at the heart of everything we do. A journey where we work together with a clear focus on research, knowledge and innovation. Innovation that we engineer ourselves.
by mastering latest technologies, constantly pushing the boundaries of modern science, and leading the way into the future. A future where new media and technology change the way we communicate, where we choose the way we want to express our creativity, our stories, our perspectives. تلك الرؤى التي نفهمها ونعرضها من خلال العمل القانوني بما يعزز فهمنا للقانون ويؤهلنا لمواجهة أي تحديات سياسية أو اجتماعية في العالم. A world that we shape with our creative and innovative thinking. When we constantly stretch the limits of architectural innovation, creating industry benchmarks that keep the UAE ahead of the game. A game we play to win by becoming strong and strategic leaders who control ever-changing business landscapes and create a thriving and sustainable socio-economic environment. An environment that encourages creativity, strikes a balance between work and play, and lets us express ourselves freely. An environment that goes beyond academics, where we share moments of fun with friends we make for life. And as we set course for the future, geared with ambition and an innovative approach, every success and every accomplishment drives us to keep evolving and striving for perfection towards a future that is bigger, better, and brighter than ever before. وتتواصل رحلة البناء والعطاء مع هذه الجامعة الفتية التي تأخذ بأحدث الأساليب العلمية والتطبيقية في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع كجامعة وطنية تنطلق من أبوظبي حاملة للعالم كله قيم وتقاليد مجتمع الإمارات. أدعو الآن الخريجين والخريجات للتأهب لهذه اللحظة التاريخية. ويشرفني دعوة البروفيسور وقار أحمد مدير جامعة أبو ظبي والبروفيسور توماس ويستلر نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية للتفضل بتتويج الخريجين والخريجات ومنحهم شهادات التخرج. خريجات الدكتوراه كلية إدارة الأعمال أمل عبد الله خميس الهدابي امتياز مع مرتبة الشرف، أطروحتها بعنوان تأثير الذكاء الثقافي على القيادة التحولية في الدبلوماسية البرلمانية لدولة الإمارات العربية المتحدة. رسيلة بدر الكثيري امتياز مع مرتبة الشرف، أطروحتها بعنوان تأثير إمكانيات تكنولوجيا المعلومات وممارسات الاستدامة وتوفر الخدمة ودعم الإدارة العليا على الأداء المؤسسي في قطاع الريادة في دولة الإمارات العربية المتحدة. خولة علي الحوصلي امتياز، أطروحتها بعنوان خدمة أفضل من خلال الموظفين المبدعين، تطوير نموذج شامل مخصص للسلوك الإبداعي للموظفين مقارنة بالقطاع العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة. عذاري عبد الله الشويهي امتياز مع مرتبة الشرف، أطروحتها بعنوان الغوص في تفاصيل تجارب الموظفين المسلمين فيما يتعلق بأخلاقيات العمل الإسلامية والعدالة المؤسسية وعوامل تحفيزية أخرى. عهود علي آل شهيل امتياز، أطروحتها بعنوان إدارة الجودة الشاملة والابتكار في الخدمات وأثرها في الاستدامة في القطاع الحكومي.
خريجات ماجستير كلية إدارة الأعمال. ابتسام فاتيح امتياز. أسماء إبراهيم الدعابي. أسماء سالم الزعابي امتياز. أسماء محمد الحمودي امتياز. أسماء محمد المهيري امتياز. أسماء يوسف الحمادي امتياز. أصيلة أحمد الصريدي. آلاء صادق دراوشة. يازيا حسن الحوسني. آمنة عبد الحميد المعمري. آمنة عبد الله السويدي امتياز. آمنة عيسى آل علي. أميرة رضا البلوشي. إيمان عبد الرحمن المرزوقي امتياز. أماني عبد الله الجابري. حمامة نقر المنصوري امتياز. حمدة بطل الفلاحي امتياز. حمدة صالح امتياز مع مرتبة الشرف الأولى. ديمة صلاح الدين الروسان امتياز مع مرتبة الشرف الأولى. روضة مطر الحمادي. ريم علي النقبي امتياز. زينب المعطي خراطي امتياز مع مرتبة الشرف. خلود بلال نصيب امتياز. سارة علي الطنيجي امتياز. سلامة صغير البلوشي امتياز. زينب حسين المرزوقي امتياز مع مرتبة الشرف. شمسة خلفان المهيري. محمد المنصوري. سندية سالم اليماحي امتياز. سارة عبد الله المزروعي امتياز مع مرتبة الشرف.
شمع عدنان المجيني امتياز. شمع مطر المنصوري امتياز. شمسة أحمد القبيسي امتياز مع مرتبة الشرف. شمسة خليفة الهاملي امتياز. شمة طارق الأنصاري امتياز. شيخ عبد الله السويدي امتياز. شيماء سعيد سالم المزروعي امتياز مع مرتبة الشرف. شيماء محسن منصور. شيماء محمد الهاجري. صبيحة معيوف الكتبي امتياز مع مرتبة الشرف. صفا نبيل غرسان امتياز. عاشا أحمد العوضي. عايشة سعيد العفريت الكويتي امتياز مع مرتبة الشرف. عاشا عبد الله الحمادي امتياز مع مرتبة الشرف. عائشة عيسى الدرمكي امتياز. عائشة محمد الثلاثي. عبير فاروق الحمادي امتياز. عفرة العفيفي امتياز. عفرة سلطان الدرمكي امتياز. علا ماضي المرعي امتياز مع مرتبة الشرف. عليا حبيب المزروعي امتياز. عليا خميس المحرزي. عليا ماجد الشامسي. عوشة عبد الله الهاملي. فريسة حسين السويدي. غنية محمد السالمي. فاخرة سالم الغافري. فاطمة مصطفى المهيري. فاطمة سعيد غانم المنصوري امتياز. فاطمة صالح النعيمي.
فاطمة محمد العامري. فاطمة محمود عبد الله امتياز. فاطمة مرشد المرر. فوزية ناصر محمد آدم البلوشي. قماشة الحميدي المنصوري امتياز. لطيفة بالخير العامري امتياز مع مركبة الشرف. ماثلة راشد الشحي امتياز مع مركبة الشرف. مروة حسن الحمادي امتياز مع مركبة الشرف. مريم أحمد المرر امتياز. مريم سالم البدواوي امتياز مع مرتبة الشرف. مريم سعيد الرميثي امتياز. مريم سعيد آل علي امتياز. مريم سلطان الحمادي. مريم محمد المرزوقي. شيخة بخيت الطنيجي. مريم محمد علي. مريم ناصر السعيدي. منى عبد الرحمن المرزوقي امتياز مع مرتبة الشرف. منى عبد الله حسن البريكي. منيرة حسن المرزوقي امتياز مع مرتبة الشرف. مها جاسم الجلاب امتياز مع مرتبة الشرف. مهرم هير المنصوري امتياز. موزة بديت المرر امتياز مع مرتبة الشرف. موزة جاسم العلي. موزة عبد الله المنصوري امتياز. موزة عبد الله حمد المنصوري امتياز. موزة محمد. موزة محمد النيادي امتياز. مي سيف المرر
امتياز. ميثا مطر الهاجري امتياز. ميثا لاحق المنصوري. ميرا محمد اليافعي امتياز. ميرا مطر العميمي. نبيلة محسن عبد الواحد امتياز. نجود خميس المنصوري امتياز مع مرتبة الشرف. نورة عبد الله السويدي امتياز مع مرتبة الشرف. نورة أحمد اليماحي. نورة سالم المنصوري. نورة سيف المنصوري امتياز مع مرتبة الشرف. نورة عبد الرشيد الرشيد امتياز. نوف برمان الزحمي امتياز مع مرتبة الشرف. نوف عبد الله الشامسي امتياز مع مرتبة الشرف. هاجر صالح المهري امتياز مع مرتبة الشرف. هدى علي المنصوري. هدى محمد الزحمي. هند أحمد الطنحاني. هند لبحوش الزيات. هند حسن الطنيجي. هند عبد الله الحوسني امتياز. وضحى راكان المرار امتياز. وضحى محمد الكعبي. سمية محمد المهيري امتياز. أمل حسن العامري امتياز. مريم ساري المهيري. موزة الحميدي المنصوري امتياز. منى علي هادي امتياز. ريم الحميدي المنصوري امتياز. هالة سعيد الشحي امتياز مع مرتبة الشرف.
عائشة الحميدي المنصوري امتياز. حمدة درويش شيروخ. خريجو ماجستير كلية إدارة الأعمال. أحمد سيد بن عصيان المنصوري. أحمد عبدالله البلوشي امتياز. أحمد علي الشميلي. أحمد محمد الرمحي امتياز. أحمد موسى الحويطات. يابر عبدالله المنصوري امتياز. مبارك هادي المنصوري امتياز مع مرتبة الشرف. حامد سلطان المرزوقي امتياز. حميد عبد الله البلوشي امتياز. خليفة رشيد الظاهري امتياز مع مرتبة الشرف. راشد أحمد الشحي امتياز. راشد عبد الله خرباش امتياز. سالم غانم المنصوري امتياز. سالم ناصر الحارثي امتياز. سعيد سهيل العامري امتياز مع مرتبة الشرف. محمد الكعبي امتياز. طالب عبد الله الحمادي امتياز مع مرتبة الشرف. عبد الله علي الشواب امتياز. عبد الله سعيد المنصوري امتياز مع مرتبة الشرف. عبد الله علي العبري. علي جمع الكعبي. علي سالم سعيد آل فهيد الهاجري امتياز مع مرتبة الشرف. فراس وسام الأصطل امتياز. قيصر آفاق امتياز مع مرتبة الشرف. ماجد أحمد الشحي. مايد علي الشواب. علي عبد الرضا الخلصان.
مالك درويش امتياز. محمد إدريس الشحي. محمد خليفة الرميثي. محمد خميس العرفاتي امتياز مع مرتبة الشرف. محمد سالم الحمادي. محمد صالح الكندي امتياز مع مرتبة الشرف. مراد علي البلوشي امتياز مع مرتبة الشرف. مصعب عبد القادر المصعبي امتياز. ناصر عبد الحميد الحمادي امتياز. مبارك محمد بن خموشها العامري. سيف محمد بن خموشها العامري. ناصر عبد الله السويدي امتياز. هاشم محمد الشريف امتياز. هزاع يسلم بن اسحاق امتياز. ياسر عبد الله آل علي امتياز. عبد الله محمد الحفيثي امتياز مع مرتبة الشرف. يعقوب يوسف البستكي امتياز. سيف جمال النقبي امتياز. شكرا لك بروفيسور وقار وبروفيسور توماس، والف مبروك للخريجين والخريجات. يرجى من جميع الخريجين والخريجات الوقوف في اماكنهم استعدادا لاخذ صوره جماعيه. والان يرجى من البروفيسور وقار والبروفيسور باري الانضمام للخريجين للتفضل باخذ صوره تذكاريه. شكرا للحضور الكريم على تشريفكم لنا، ونلقاكم على خير في احتفالات تخرج ومناسبات أكاديمية طيبة بجامعة أبوظبي بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.